مرحبا مشاهدينا، أنا أمل عراب، ألقاكم بعد قليل في برنامج تقدير موقف نناقش فيه الوضع في لبنان بعد استقالة سعد الحريري. سنتحدث عن الأسباب لكننا سنركز على مستقبل المشهد، مستقبل الحريرية السياسية في البلاد، الشارع السني في تناولنا للبعد الطائفي في بلد تحكمه توازنات طائفية دقيقة. ماذا يستشرف الضيوف في مستقبل البلاد أمنيا اقتصاديا سياسيا واجتماعيا؟ كن معنا.